بص يا كابتن، تشكيل برضو الراجل النهارده اما تيجي تبص لتشكيل الاهلي، ياسر ابراهيم لعب، رامي ربيعه لعب، لا محمد مغربي، هو مغربي، ده اكتشاف مغربي بس، ده اكتشاف وحاجه مغربي. جميله. طب بس في اساسيات يا كابتن، يعني لما بالزبط. يبقى في معلول وفي محمد هاني وفي رامي، رامي لعيب عنده خبرات كبيره، صحيح. وفي ياسر ابراهيم لاعب اساسي، وفي ان الشحات بيشتغل بيلعب طول الوقت، قفشه، في قفشه مهم ديانج. جدا ديانج. يعني لو غايب النهارده هيفرق كتير. فالنهارده يعني ديانج ده يعني هو وقفشه من الناس المهمه جدا مع معلول مع محمد هاني. انا بقول عايز ارجع لمحمد هاني، ايوه يمكن الناس اللي اتكلمت معلش مع احترام، انا وابراهيم اتفضل، انا شايف ان هو احسن، ده حقيقة احسن مكان ابراهيم دخل ابراهيم في القصه. لا ما هو حقيقي، لا دايما كنتوا هنا في الاستوديو كل مره اتكلموا على محمد هاني. محمد هاني انا بقول ان هو احسن باك رايت، ابراهيم اكتر واحد يحكم على محمد هاني طبعا. احسن باك رايت يعني ربنا جابه في النادي الاهلي وفي مصر من الفتره الاخيره الثلاث اربع سنين اللي هو بدا فيهم لحد النهارده، هو نمره واحد، نمره واحد، وغاب عن النادي الاهلي. هو حصل له يعني دروب شويه، انما في الاخر ما لعبش شويه، لا في الاخر النهارده اداؤه مش دروب يا كابتن، اداؤه بياكد الكلام. على فكره مش جاب، مش عشان الجون خالص، لا لا اداؤه، لا لا ملوش علاقه بالجون، لا هو اتظلم في وقت معين او رؤيه الجهاز الفني ان هو غاب، لاصابه وغير اصابه. هو الجول النهارده حاجه قليله، لا طبعا. انا مش بتكلم على حاجه، لا انا مش بقيمه على هدف بس. محمد هاني لعيب مهم جدا، عنده كل المقومات، الباك اللي هو المهاجم والمدافع القوي، ما شاء الله جسمه بدنيا وجسمانيا هايل، عنده يعني عنده روح كبيره بتاعت النادي الاهلي، كل الكلام ده قريب من ابراهيم حسن. طبعا يعني قريب منه طبعا، يعني هو طبعا ابراهيم حسن يعني مش عشان لا لا ليه حاجه ثانيه خالص، لكن لكن محمد هاني المنتخب افتقده، النادي الاهلي او رؤيه المدير الفني في وقت من الاوقات اشتغل على احمد فتحي الاول أكرم. قبل ما يمشي ثم ادى لاكرم، فهو قعد في وقت كان في حاله فنيه كويسه بصراحه. يعني برضه كابتن طاير معلش يعني حتى الاثنين الموجودين مع في منتخب مصر هو مش مركزهم الاساسي باك رايت، محمد هاني هو مركزه الاساسي باك رايت، لكن لو بصينا لاكرم توفيق ولا عمر كمال مش هنلاقيهم ده المركز الاساسي بتاعهم. ده الكلام ده مظبوط، بس هو خد بالك يعني مساله الاختيار كانت في التوقيت اللي محمد هاني اختفى فيه. يعني محمد اختفى عن تشكيله النادي الاهلي لفتره معينه، فانت كمدير فني مسؤول بتختار دايما، بتختار اللعيبه اللي هي رجليها في الملعب، صح، بقى قليل قوي ان انت تختار واحد من بره التشكيل الاساسي. انما النهارده لا، لو عندك غياب، لو عندك يعني في عناصر او في مركز معين في مصر او في الملعب في باك رايت عندك نقص فيه في منتخب مصر، ارجع لواحد ماشي يكون بيلعب في النادي الاهلي، بيلعب في النادي الاهلي يعني جاهز. المدرب الاجنبي المساله دي يعني عنده في الحقيقه في الاختيارات دايما بيبص على الجاهز، مش كله جاهز. مش كله اختيارات المدرب الاجنبي، انما هو النهارده هو النهارده في الحقيقه يعني اداؤه كان مثالي.